تحيي أوكرانيا اليوم الذكرى السنوية الرابعة لتحرير الجيش الأوكراني لمدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك من المرتزقة الروس. في 5 يوليو عام 2014 رفع رجال استطلاع الكتيبة الثانية في قوات الحرس الوطني علم أوكرانيا على مبنى إدارة مدينة سلوفيانسك، ودخلت في نفس اليوم طلائع قوات الحرس الوطني إلى مدينة كراماتورسك. بقيت هاتان المدينتان على مدار 3 أشهر تقريبا تحت احتلال القوحدات التي تديرها روسيا. أما اليوم فتدار المدينتان من قبل الإدارة العسكرية المدنية الإقليمية في منطقة دونيتسك.